السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالإخوان الكرام في هذا الفيديو اللي غادي نهضروا فيه على استئناف البطولة المغربية، وبالضبط فريق نهضة بركان وآخر استعداداته لاستئناف البطولة. إذا بقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم لاعبي فريق نهضة بركان بالملعب البلدي لمدينة بركان قاموا بالفحوصات الطبية اللازمة من أجل استئناف التدريب، كما أعلنت عن ذلك الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أمس الثلاثاء 23 يونيو 2020. البروتوكول اللي غادي تخدم به جميع الفرق المغربية هو البروتوكول اللي خاص جميع اللاعبين يكونوا حاصلين على الفحوصات الطبية اللازمة للكشف عن الوباء من أجل استئناف التدريب في القسم الأول والقسم الثاني ابتداء من الخميس 25 يونيو 2020. بمعنى ان الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم وزاره الشباب والرياضه والهيئات المهتمه بالمغرب ارادت حمايه اللاعبين، وارادت كذلك ما ان هذا الداء ما يتفشاش ما بين اللاعبين. كذلك بالنسبه للبروتوكول اللي عادته الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم انها التدريب غادي تكون فرديه وتضم 5 لاعبين في نصف الملعب لمده 10 ايام، من بعد غادي تكون تدريب جماعيه لمده 20 يوم، اذا اي شهر. اذا من بعد هذا الشهر غيجي البرمجه ديال المباريات المؤجله اللي غادي تكون ما بين 24 يوليوز و 5 و 8 غشت. هذه المباريات المؤجله غادي تشمل المباريات ديال الرجاء البيضاوي اللي عنده 15 مباراة، اي 5 مباريات ناقصة، فريق نهضة بركان عنده 2 مباريات ناقصة، الوداد الرياضي عنده 2 مباريات ناقصة، الفتح ما عندهاش، مولودية عندها مباراة ناقصة، الجيش الملكي ما عندوش مباراة ناقصة، الرجاء كما قلنا عنده 5 مباريات ناقصة، المغرب تطوان عنده مباراة ناقصة، الدفاع الحسني الجديد عنده 2 مباريات ناقصة، يوسف تبرشيد عنده مباراة واحدة ناقصة. إذا شفنا في البروغرام وقارناه مع البرمجة ديال المباريات المؤجلة ما بين 24 يوليو و 8 غشت، أي 14 يوم باش الرجاء البيضاوي يجري 5 مباريات. إذا لا يمكن، إذا الرجاء البيضاوي غادي ربما يزيدوا له الوقت ويمدوا له الوقت باش أنه يلعب جميع مبارياته المؤجلة. حاليا كاين 5، إذا 5 ما يمكنش يلعبهم في 14 يوم بمعدل يعني يوم قل شي سوايع باش انه يعني كل يوم قل شي سوايع باش يلعب مباراه، لا يمكن لا يمكن. اذا ربما الرجاء البيضاوي غادي يزيد له وقت كافي طبيعه الحال. اذا المصادقه على جميع المباراه نتائج جميع المباريات المؤجله ستكون ما بين 24 يوليو و 8 اغشت طبيعه الحال، دون هذه المباريات طبيعه الحال كما قالت الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم دون جمهور. اذا خاص في هذا البريود الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم تفصل في المباراة المثيرة للجدل ما بين الرجاء الرياضي البيضاوي والدفاع الحسني الجديدي. هنا مربط الفرس، هنا القوة ديال الجامعة، واللي نتمنى الله سبحانه وتعالى ان هذا الشيء يفوت بخير وعلى خير. اذا بعدها كما قلنا مصادقة على جميع نتائج المباريات، هنا جميع تؤكد الجامعة على انها غادي تحسم حتى في المباراة ديال الرجاء البيضاوي والدفاع الحسني واستكمال جولات البطولة بقسمه الاول والثاني دون جمهور، دائما بدون جمهور بطبيعة الحال بداية من 12 غشت على أن تنتهي البطولة يوم 13 سبتمبر 2020. تنتهي البطولة بطبيعة الحال، ونتمنى فريق نهضة بركان يتوج فائز إن شاء الله واحد المراتب المؤهلة إلى الأدوار الإفريقية. فيما يخص تدريب الهوات تنطلق بجميع فئاتها، يقول البلاغ ديال الجامعة الأمريكية المغربية لكرة القدم يوم 15 يوليو 2020، لان ما قريب ان شاء الله خصهم كذلك يستعدوا ذاك الشهير ويديروا الاحتياطات اللازمه ويطبقوا البروتوكول ديال الجامعه الامريكيه. انطلاق الموسم ديال 2020 سيكون يوم 16 اكتوبر 2020 طبيعه الحال. اذا الجامعه الامريكيه المغربيه تفصل في كل شيء، وتقول كذلك ان القانون الجديد ديال فيما يخص هذا الوباء ديال لاعب المباريات غادي يكون بـ5 لاعبين في المباراة الواحدة، وإلا كان التمديد غادي نزيدو لاعب لأن الوباء ربما يعني باش ما يأثرش على الفرق وكذلك اللاعبين. الجديد
ان في هذا الشونجمون ديال 5 لاعبين كل الفرق المغربيه ستستعين بالشباب، ستستعين بالفئات الصغرى، يعني الشباب اللي ما عمرو لعبوا. هذه فرصه لفريق نهضه بركان انه نشوفوا مجموعه من الشباب في 3 في 2 في 4 في 5 في 8 في 6 نشوفوهم في ليزال كذلك، نشوفهم في فريق نهضه بركان. لما لا، فريق نهضه بركان كما قلنا اليوم اجرى لاعبوه الفحوصات الطبيه اللازمه بالقاعة الخاصة بالملعب البلدي لمدينة بركان، الطاقم كذلك التقني والتمريضي وكذلك الطاقم المرافق للسيد مدرب نهضة بركان السيد طارق سكيتي، وكلهم أجروا الفحوصات الضرورية، الطاقم الإداري كذلك الفحوصات الضرورية من أجل الكشف عن الوباء. نتمنى الله سبحانه وتعالى التوحد ما يكون مصاب، ونستأنف إن شاء الله التدريب ديالنا العادية ابتداء من يوم الخميس كما قلنا 25 يونيو 2020. التدريب اللي غتكون 10 أيام فردية، 5 اللاعبين في منتصف الملعب، وبعدها ستكون تدريب جماعية كاملة لمدة 20 يوم يعني في الملعب كامل. إذا شهر ديال الكونسنتراسيون ديال الاستعداد للبطولة بطبيعة الحال. نتمنى الله من اللاعبين أنهم يستعدوا اللياقة البدنية ديالهم ويكونوا أون فور. مدرب اللياقة البدنية عنده دور كبير، كذلك المسائل التقنية عند السيد طارق سكيتي والفنية، والمسائل الإدارية كذلك عند الإدارة من أجل توفير الأجواء المناسبة. إذا بلاغ الجامعة الأمريكية المغربية لكرة القدم يتلائم مع الوضعية الراهنة ديال المغرب، الكل تساوى في هذا البلاغ. مجموعة من النقاط الغامضة خاصة المباراة ديال الرجاء وجديدة بانت الملامح ديالها. إذا ما علينا إلا أن نصفق لقرار الجامعة الأمريكية المغربية لكرة القدم للمكتب المديري بالخصوص السيد فوزي القجع كذلك، ونصفقوا لجميع المكونات الرياضة المغربية من أجل إنجاح هذه التظاهرة. ونتمنى الله سبحانه وتعالى أن فريق نهضة بركان يريكيبيري وتوفق باش أنه ينتصر في قادم المباريات. البرمجة ما يكذب عليكم حتى واحد، مازال ما كاينه برمجة من مع من، مازال ما كاينش، في انتظار البرمجة ما كاينش. نهضة بركان كانت غادي تمشي لطنجة، إذا ماشي بالضرورة أن نهضة بركان غادي تعاود تولي تمشي لطنجة، يقدروا يسبقوا لها مباراة، يقدروا تلعب مباراة متأخرة. إذا ما عرفناش شنو كاين في هذا الصدد. اذا نتمنى ان من الله سبحانه وتعالى نكون توفقنا، ونتمنى كذلك انكم تبارطاجوا هذا الفيديو مع الاصدقاء والاصحاب، وموعدنا ان شاء الله غدا في فيديو جديد وبث جديد. دامت لكم الف رحمه مسرات. السلام عليكم، شكرا.